أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، صدق الله العلي العظيم. آية قرآنية مباركة تتحدث عن فئة قدمت خدمتين كبيرتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وللدين. أولا الإيواء، آووا، ثانيا النصرة ونصروا. الذين اتصفوا بهذه الخدمة، بهاتين الخدمتين، ما هو الحكم الذي أصدره القرآن الكريم لهؤلاء؟ الحكم هو أولئك هم المؤمنون حقا. مرة أقول أو نقول فلان مؤمن، معناه واضح. مرة نقول فلان هو المؤمن، هذه العبارة عادة تستعمل في الحصر، يعني فقط هذا هو المؤمن. وكثيرا ما تستعمل هكذا عبارات للحصر الإضافي. الحصر الإضافي فيما نحن فيه يعني ماذا؟ يعني أن المؤمن الحقيقي الرفيع الإيمان هو هذا. إذا جئت بهذا الضمير فإذا قلت فلان هو المؤمن حقا، هذا تأكيد فوق تأكيد. هذا يعني أن هذا المؤمن قمة في الإيمان، الإيمان الحقيقي الحقيقي العالي الرفيع الراقي لهذا. القرآن الكريم يستخدم هكذا عبارة، ما قال أولئك المؤمنون، قال أولئك هم المؤمنون، ما اكتفى، حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. عموما
لا أحب التحدي. ولكن هنا أتحدى، ولا أتحدى شخصا ولا أتحدى فئة، أتحدى كل البشرية أن يأتوا بمصداق لهذه الآية المباركة، أرفع وأرقى وأعظم وأجل من سيدنا العظيم أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. جمعوا بين هذين العملين، جمعوا بين هاتين الخدمتين، آووا ونصروا. جاني أتحدى العالم كله ليأتوا بشخصية راقية مرموقة اتصفت بهاتين الصفتين، قدمت هاتين الخدمتين بهذا المستوى الراقي بمثل سيدنا العظيم أبي طالب. يوجد؟ أسأل من العالم، أتحدى، لا أسأل، أتحدى العالم أن يأتوا بشخصية مثل أبي طالب في الاتصاف بهاتين الصفتين، في تقديم هاتين الخدمتين معا، آووا ونصروا، الواو للجمع بينهما. يوجد؟ ليأتي العالم شخص آوى رسول الله ونصره جمعا بين هذين بهذا المستوى؟ لا يوجد، نهائيا لا يوجد. القرآن الكريم هكذا يحكم لهذا العظيم، يقول أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان تريده؟ الإيمان عند أبي طالب سلام الله عليه، الإيمان الراقي، الإيمان الرفيع جدا، حتى يكون الحاصل إضافيا. لا غرابة أن يصف القرآن الكريم، أن يحكم القرآن الكريم لأبي طالب سلام الله عليه بهكذا حكم عظيم. كيف لا، كيف لا يوصف بهكذا وصف وهو نبي من أنبياء الله العظام؟ قبل سنوات تحدثت عن بعض الأدلة التي تدلنا على نبوة سيدنا العظيم أبي طالب سلام الله عليه. ذكرت في تلك الخطبة ثلاثة أدلة، وأكملت الأدلة في مقطع قصير بدليل رابع. هناك ثلاثة أدلة أخرى لي وعند غيري أكثر من ذلك حتما، أذكر منها دليلين في هذا اليوم، أربعة أدلة ذكرناها. الدليل الخامس لنبوة سيدنا أبي طالب سلام الله عليه، أوصياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعليهم ليسوا أنبياء. لماذا؟ لأن النبوة انقطعت، انتهت النبوة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ولذا أوصياؤه ليسوا أنبياء. أوصياء الأنبياء السابقين عموما كانوا أنبياء، الوصي كان نبيا أيضا وهو وصي نبي. وصي آدم شيث هبة الله كان نبيا، شيث. وصي نوح ابنه سام كان نبيا وهو وصي نوح.
وصي إبراهيم إسماعيل أو إسحاق على كلام في محله، وكلاهما نبيان. وصي موسى يوشع، يوشع كان نبيا. وصي داود سليمان، سليمان كان نبيا. وصي عيسى شمعون الصفا، شمعون كان نبيا. عموما الأوصياء للأنبياء السابقين غير خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، الذي انقطعت النبوة، انتهت النبوة، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. بالنسبة للأنبياء السابقين، الأوصياء كانوا أنبياء. الآن اسمع إلى هذا الحديث الشريف. سئل المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قيل له: من كان آخر الأوصياء قبل النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبي. صلوا على محمد وآل محمد. آخر الأوصياء، والأوصياء كانوا أنبياء، هو الذي سلم مواريث الأنبياء إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله. بعد هذه العبارة يبقى شك أن أبا طالب سلام الله عليه كان نبيا؟ لا أريد أن أفصل. الدليل السادس باختصار شديد، مرور سريع فقط، ونترك الدليل السابع لوقت آخر. هناك عبارة وردت عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جدا عجيبة وجدا عظيمة. يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث له عن أبي طالب سلام الله عليه، عنده عبارة جدا راقية وعظيمة، يقول: لأن نوره، نور أبي طالب، لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله تعالى من قبل أن يخلق آدم بألفي عام. أبو طالب مخلوق نوراني، يعني ماذا مخلوق نوراني؟ نفهم، أنا أفهم، أنا أستوعب، لا يكفي هذا دليلا؟ الله خلق نوره قبل خلق آدم بألفي عام، لا يكفي هذا دليلا؟ خلاص تقول هذا الدليل ليس دليلا، الدليل السابق ليس دليلا، الأدلة التي ذكرناها الأربعة السابقة ليست دليلا. يا أخي لا بأس، هذا ليس دليلا، الثاني ليس دليلا، مجموع هذه ليست دليلا. بعض الأشياء نفهمها نعتقد بها لدليل، بعض الأشياء نعتقد بها لوجود قرائن، جمع قرائن. هذه الطريقة العلمية أكثر انتشارا من الطريقة العلمية للاستدلال لشيء بدليل واحد، جمع قرائن، حسب تعبير العلماء جمع مؤيدات، المؤيدات إذا اجتمعت تشكل دليلا كافيا مجموعها. هذه الأمور الستة التي ذكرتها في هذه المحاضرات الثلاث لا تكفي دليلا على نبوة أبي طالب مجموعها. أولا أنه أخبر بالمغيبات 30 سنة قبل مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أخبر بولادة أمير المؤمنين، وأخبر بأن هذا سوف يكون وصيا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا عند ولادة النبي 30 سنة قبل ولادة أمير المؤمنين.
وأخبر أنه بعد 30 سنة بالتحديد سيولد هذا المولود، وسيكون هذا المولود هو الوصي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله آنذاك لتوه مولود في الدنيا. وأخبر فوق هذا بأنه سيتصف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بجميع صفات النبي إلا النبوة، يعني أخبر بتفاصيل 30 سنة من قبل. هذه من الإخبارات الغيبية لأبي طالب سلام الله عليه، هذه الإخبارات الغيبية. أضف إلى ذلك ما ورد من أن له شفاعة مطلقة، وقرأت الرواية الشريفة لا أريد أن أعيدها. الشفاعة المطلقة لمن؟ حتى الأنبياء ما كانت غير خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ما كانت لهم شفاعة مطلقة. كل نبي كانت له شفاعة لأمته، يتمكن أن يشفع لأمته، أبو طالب شفاعته مطلقة. ثالثا أنه خلق الله عز وجل لكل عصر حجة، الأرض لا تخلو من حجة. من الحجة قبل رسول الله؟ الحجة بين الناس، الحجة موجودة، نور النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا من بداية الخلق، قبل بداية الخلق ابتدأ الخلق بنور النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الحجة بين الناس. من الحجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أضف إلى ذلك أن أبا طالب سلام الله عليه كما ورد في الحديث الشريف أسلم بجميع الألسن، غير الأنبياء كان أحد يعرف جميع الألسن؟ العبارة ليست فقط جميع اللغات، جميع الألسن، العبارة لها شمولية أكبر. أضف إلى ذلك ما ذكرناه اليوم من أنه كان آخر الأوصياء قبل النبي صلى الله عليه وآله، والأوصياء كانوا أنبياء. أضف إلى ذلك هذه العبارة العظيمة لأن نوره من نورنا، هذه كلها إذا جمعناها أيضا لا تكفي أن تكون دليلا على نبوة أبي طالب سلام الله عليه، الذي ينكر مع هذه وغيرها، هذه بمقدار معرفتي القليلة القليلة. هناك أمور أخرى العلماء يعرفونها أكثر مما أعرف أنا. مع كل ذلك ومع كل هذه، إنكار نبوة سيدنا أبي طالب أليس هو بعيدا عن الإنصاف أبعد ما يكون؟ أنت حر، لا تريد أن تقبل الأمر لك أصلا ليس مهما. هذه الأدلة أو على الأقل قل هذه المؤيدات، هذه القرائن دلتك على نبوة أبي طالب فبها، ما دلتك على نبوة أبي طالب ليس مهما أصلا ليس مهما. تعتقد بنبوة أبي طالب شيء، لا تعتقد بنبوة أبي طالب ليس مهما أصلا ليس مهما. لماذا ليس مهما؟ لأن سيدنا أبا طالب سلام الله عليه للأسف، قبل أن أقول كلامي، للأسف هناك شيء في نفس الإنسان، هذه طبيعة الإنسان، طبعا الإنسان يتمكن أن يغير هذه الطبائع، ولكن الإنسان مطبوع بطبائع حسنة ومطبوع بطبائع سيئة. الطبائع السيئة يتمكن أن يغيرها؟ نعم يتمكن، ولكن هذه طبيعة الإنسان. إذا اعتقد بشيء يريد أن يرى شيئا آخر، لا يتمكن. جهالة الإنسان، تعصب الإنسان لا يدع للإنسان إلا إذا غير الإنسان من نفسيته،
لا تدع هذه الجهالة، هذا التعصب للإنسان أن يقبل أشياء اعتقد خلافها سنوات. الناس أعداء ما جهلوا كما يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه طبيعة. اترك هذه العصبية، ابتعد عن هذه الجهالة، خذ هذه الأدلة بتركيز. لا أقول بتركيز كثير، لا لا، أصلا الأمور واضحة. اعتقدت بنبوة أبي طالب أو لم تعتقد ليس مهما، أصلا هذا الموضوع ليس مهما. لماذا؟ لأن هذه الأدلة وغيرها تدلنا على أن أبا طالب العظيم سلام الله عليه أرفع وأرقى وأعظم وأفضل من كثير من الأنبياء، بل هذه تدلنا على أن السيد العظيم أبا طالب سلام الله عليه أرفع وأرقى وأفضل باستثناء خاتم الأنبياء من جميع الأنبياء، باستثناء خاتم الأنبياء. يا أخي جئني بنبي، باستثناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، جئني بشخصية نبيا أو غيره كانت له شفاعة مطلقة، جئني. إبراهيم كانت له، إبراهيم له الشفاعة المطلقة، إبراهيم يشفع لأمته، موسى يشفع لأمته، عيسى يشفع لأمته، داود يشفع لأمته. العبارة التي وردت في هذه الرواية الشريفة لأن نوره من نورنا، ائتني بنبي بهذه الصفة، هكذا وصف في رواية شريفة. ائتني بنبي وصف في الروايات الشريفة بأنه أسلم بجميع الألسن، يعرف جميع الألسن الأنبياء، بعضهم كان يعرف، لعل الكثير منهم كان يعرف بعض الألسن لا جميع الألسن. والأوضح من ذلك كله ما ورد في الحديث الشريف الذي نقلته لكم، هذا جدا جدا واضح، العبارة جدا واضح. المولى أمير المؤمنين يقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونوري أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ونوري، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونور فاطمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونور، هذا نور واحد، ونور الحسن والحسين، هذا أيضا نور واحد، ونور الأئمة من ولده، اللهم صل على محمد. ثم يقول الإمام عليه الصلاة والسلام هذه العبارة التي قرأتها لكم: لأن نوره من نورنا. طبعا يطفئ الأنوار أنوار الخلائق، هذا أيضا فيه غموض على أفضلية سيدنا أبي طالب على باستثناء خاتم الأنبياء على جميع الأنبياء. بصريح العبارة الإمام يقول يعني بعد 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام، المعصومين 14، الشخصية 15 في الكون في الوجود، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأن إن نور أبي طالب ليطفئ أنوار الخلائق، كل الأنوار يوم القيامة، يوم القيامة مجمع لكلهم،
الجن، الإنس، الملائكة كلهم موجودون. لا يكفي هذا دليلا على أفضليته؟ يعني هو الشخصية الخامسة عشرة من شخصيات الخلق العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يأتي بعد المعصومين الأربعة عشر مباشرة. تعتقد أنه نبي أو لا تعتقد أنه نبي ليس مهما. الصديق الكبرى ما كانت نبية، أمير المؤمنين ما كان نبيا، مهم هذا ليس مهما، هو أفضل من الأنبياء باستثناء خاتم الأنبياء. أبو طالب كان نبيا أو لم يكن نبيا، هذه الأدلة تدل على نبوته أو لا ليس مهما. أنا أقول تدل، شخص يقول لا تدل، ليس مهما. هذا الذي عنده هكذا مقام راقي جعله الله نبيا فبها، ما جعله الله نبيا فبها. والذين آووا ونصروا، على مشارف المولد العطر لمولود تشرفت الكعبة أن كانت باستقبال هذا المولود العظيم، ميلاد سيدنا ومولانا سيد الوصيين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، يعسوب الدين، قائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. على أبواب ميلاده العطر نتذكر أباه العظيم الذي آوى ونصر. أختم كلامي بأبيات قلائل من القصيدة الرائعة اللامية لسيدنا أبي طالب. حقا أقول هذه القصيدة التي في مجالها الأدبي هي في القمة، التي في مجالها العلمي هي في القمة، التي في الدروس هي في القمة. هذه القصيدة لا زالت تعطي قوة للمؤمنين، خصوصا في أيام الحرب بين المسلمين وغير المسلمين، عندما يعتدى على المسلمين يلزم أن تنشر هذه القصيدة. هذه القصيدة تعطي قوة للمسلمين، تعطي اندفاعا للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا زالت تؤثر، لا زالت عندما يقرأها الإنسان، عندما يتذكر الإنسان أبيات من هذه القصيدة يحس بقوة في نفسه، أنا قوي بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله. أبو طالب تعرض لحرب، النبي صلى الله عليه وآله تعرض لحرب في قضية شعب أبي طالب، حرب حقيقية، فأنشد هذه القصيدة التي لا أقول قل نظيرها، أقول لا نظير لهذه القصيدة. أختم كلامي ببعض الأبيات. والذين آووا ونصروا، يقول سلام الله عليه في مقطع أو مقاطع من هذه القصيدة الرائعة، يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا، أنتم أطعتم أعداءنا، أنتم أصبحتم أعداءنا، حاربتم رسول الله صلى الله عليه وآله، يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا، تسد بنا أبواب ترك وكابلي، تتمنون أن لا يكون لنا في الأرض مكان. ثم قال عليه السلام: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تتصورون أنكم تتمكنون أن تصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنتم كذابون، لا تصلون إليه. أن تتمكنوا أن تبزوا، أن تأخذوا رسول الله منا،
أن تصلوا إلى رسول الله، حاشا، كذبتم وبيت الله، نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضليه ونسلمه. تتصورون أننا نسلم الرسول صلى الله عليه وآله لكم ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نترك أبنائنا، نترك حلائلنا، أزواجنا، ونأتي وندافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نصرع حوله، نقتل حوله. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إلى أن يقول: وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة، يذكر ابنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. ثم يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، وجده، حصل عليه، وجد عليه، غضب عليه غضبا شديدا، وجد به أحبه، هذا معنى الكلمة، راجعوا كتب اللغة، وجد به أحبه حبا شديدا. إذا قال الشخص كلفت بحب شخص، كلفت بوجده، وجد به، هذا معناه قمة الحب، هذا موجود كتب اللغة موجودة، يستعمل هذه العبارة، يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمدي وإخوته دأب المحب المواصلي، أقيم على نصر النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أقاتل عنه بالقنا والقنابل، القنا الرمح، القنابل الفرسان أو الخيول. يقول: لماذا أنتم تعادون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. أنتم تتذكرون صار قحط في مكة، أخذه أبي عبد المطلب سلام الله عليه، أشار رسول الله آنذاك، رسول الله صلى الله عليه وآله دون الثامنة من عمره، في السادسة الخامسة من عمره الشريف، أشار بإصبعه الشريف، تراكمت الغيوم وأمطرت مطرا غزيرا، تتذكرون؟ وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل تحوط به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي. إلى أن يقول: فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لما والله رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيعلم أهل الضغن قبله. يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. أنتم تكذبون رسول الله،
هو صادق عندنا، كل ما يقول صحيح. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبى بقيل الأباطلي. سيعلم أهل الضغن. اصبر، مع وجودي تريد أن تصل إلى رسول الله؟ تريد أن تقتل رسول الله؟ تريد أن تعتدي على رسول الله؟ مستحيل. سيعلم أهل الضغن أي وأيهم يفوز ويعلو في ليال قلائلي، وأيهم مني ومنهم بسيفه يلاقي إذا ما حان وقت التنازل. ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم ويحمد في الآفاق من قول قائلي. فأصبح فينا أحمد في أرومة، أرومة يعني ارتفاع مرتفع. فأصبح فينا أحمة في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول. جئني بالعظام، بالعظماء، جئني بالشخصيات الراقية، جئني بالطوال، جئني بالعظماء في الدنيا، كلهم بالنسبة إلى رسول الله قصر. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول. وجدت بنفسي دونه بطولات، بطولات. أقول هذه القصيدة حقا في أيام الحروب تستحق أن تنشر بين المسلمين. وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالكلا بالطلا والكلاكلي. أدافع عن رسول الله برقبتي، أدافع عن رسول الله بعظام صدري. وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالطلا والكلاكلي. ثم يخبر إخبارا غيبيا، هذا قبل فتح مكة بتقريبا 15 عاما أو أكثر، يقول كأني أنا أرى هذا المنظر، أنا أنظره في ذلك الوقت الذي النبي صلى الله عليه وآله كان محاصرا في شعب أبي طالب، كان من الناحية الظاهرية في أضعف ما يكون. يقول كأني به فوق الجياد يقودها إلى معشر زاغوا إلى كل باطلي. ولا شك أن الله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل. اللهم صل على محمد. إلهنا بمقام سيدنا العظيم أبي طالب، إلهنا بشفاعته التي أعطيته إياها شفاعة مطلقة، اللهم أشملنا بشفاعة سيدنا أبي طالب في القيامة، اللهم اقض به حوائجنا. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.